التوجهات دعم توجد الجانب الاجتماعي تتعطينا ما هي فلسفه الخيار لان في نهايه المطاف السؤال ما هو الخيار لان في نهايه المطاف هناك خيارات يمكن نتمنوا الليبراليين يمكن نتمنوا التدخلين يمكن نتمنوا الدوله الضابطه يمكن نتمنوا الدوله الناظمه ان يكون هناك وضوح في الخيار لان حتى الجانب الاجتماعي هل يركز انتقاء في وظيفه الدوله من بعد واحد المرحله ديال التفكير من بعد كوفيد لان من بعد كوفيد خاص يكون تفكير جديد رؤيه جديده وخاصة تبدا تعكس في وثيقة قانون المالية. اليوم قضيتين رئيسيتين لأن هي الحماية الاجتماعية وهي القدرة الشرائية كقضية راهنة ثم تطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي التي سيتكلم عنه الصديق السي محمد طريقي. الموضوع النقاش غادي نقرا من داخل الوثيقة باش نتكلم على كيف دبر مشروع قانون المالية الحماية الاجتماعية وأيضا قضية الزيادة في أو الوضعية القدرة الشرائية ثم تكمل التحاليل حول الإشكالات الكبرى المطروحة. هنا بغيت نتكلم ثلاثة ديال النقاط الاتجاه ديال مشروع قانون المالية ثم النقطة الثانية المالية العامة ومواجهة الحشاشة الاجتماعية من خلال القانون ثم إعادة التفكير هل نحن أمام قانون مالي ليبرالي أم اجتماعي. الحكومة في نهاية المطاف الحديث عن الحماية الاجتماعية هو أولوية مشروع قانون المالية لأنه مشروع ملكي في أجندة قانون يطلع يعني لأول مرة عند القانون توضع الأجندة الزمنية في حدود 2025 ومن بعد 2025 سيصبح هناك التزام مالي 51 مليار درهم سنويا للحماية الاجتماعية 28% النسبة الأكبر في الاشتراكات ولكن نسبة أخرى غتكون من مسؤولية تضامنية. هذا المحاور ديالو تتقوم بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة في أربعة ديال النقاط الأساسية تتعلق بتعميم التغذية الصحية الإجبارية، بتعميم التعويضات العائلية، بتوسيع الخيارات في نظام التقاعد، ثم أيضا التعويض عن فقدان الشغل. هذا المشروع إذا قلت هو مشروع ملكي ولكن أيضا التزام حكومي من خلال برنامج الحكومي لتجعل من تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة أحد مرتكزات أو التزامات عشر الحكومة. اليوم هو المسار في مسار تنفيذي في نهاية المطاف لأن تنص الأجندة الزمنية. في نهاية 2022 متوقع أن يتم تعميم التغذية الصحية الإجبارية أي أن ندخل نظام التغذية الإجباري بالنسبة للفئات المستفيدة. 2023 هي النقطة اللي في الآن في مشروع قانون المالية اللي غتكون بشكل أساسي هي تعميم التعويضات العائلية في سنة 2023 كهدف واللي غيتجسد في النقاش حول المشروع. بالأرقام 7 ملايين طفل من العائلات في الشوارع الفقيرة على الخصوص و 3 ملايين أسرة بدون طفل في سن مدرس، إذا هناك فئة مستهدفة غتجاوز 10 مليون مغربي، إذا هناك فئة في 2023. هناك الأجندة المحكومة في 2025، واليوم لأن قانون المالية تيجي قانون مالية السنة 2023، ولكن عندنا برمجة متعددة السنوات 2024 و 2025. في 2025 غادي نوصلوا لنهاية السنة توسيع الانخراط في نظام التقاعد. حوالي 5 ملايين مواطنين من بين الساكنه النشيطه ستستفيد التي ليسها الحق. ثم ايضا يكون تعميم الاستفاده عن التعويض فوق الشغل في 2025. كل شخص يتوفى على شغل قرار. اذا كان هذا المشروع الان ديال الحماية الاجتماعية فهو مرتبط بسلسله من الاصلاحات. كاين اولا قانون السجل الاجتماعي كما ذكر السجل الاجتماعي الموحد اللي غتولي واحد الاداه ديال الاستهداف ديال الفئات. إذن كما قلت إذن أول إشكال غادي يكون في قانون المالية واللي غادي يمكن يطرحه السادة المستشارين أولا مسألة التمويل لأن في نهاية المطاف إذا كان التمويل غيجي عن طريق أولا قاعدة المنخرطين ثم أيضا عن المسؤولية التضامنية في المساهمة التضامنية للشركات والدخول اللي كانت في قانون المالية 2021 هذه السنة ما كاينش تغيير ولكن احتمال أنها ترتفع النسبة في السنوات المستقبلة قلت انه الاشكال غيطرح طرحه بالمساهمه المهنيه الموحده اللي تم ادراجها في قانون مالية 2021 هذه السنه ما كاينش تعديل ولكن رغم انه متوقع يمكن تحدد تعديلات اخرى وهذا غيكون عنده واحد الشكل ديال التماس كبير مع الفئه ديال الطبقات الاجراء والموظفين اللي معنيين بشكل اساسي اذا غادي يبقى السؤال واش غادي يمكن دائما هذه الفئات تحمل اعباء ديال هذه القضايا بشكل اساسي. ثم ايضا إذا تقرا المقتضيات ديال مشروع قانون المالية بإيجاز، أولا
التزاما للوالده في هذا المشروع هو اتخاذ كافه التدابير اللازمه لاستكمال التعميم الاجباري، التعميم الاجباري الاساسي. النقطه الثانيه تكفل الدوله بتكاليف الاشتراك في التعميم الاجباري الاساسي من المرض لصالح ما يناهز 84 اسره في وضعيه شجر. تخصيص ما بخلال تخصيص ما يناهز 9.5 مليار درهم. النقطه الثالثه وهي الاهم لانه في نهايه المطاف المشروع الحمايه الاجتماعيه اليوم كمشروع بالتطابق بالوضعيه الصحيه، تطوير المنظومه الصحيه، هذه القوانين الاطار. هل الان الاطار موجود في القانون الصحي يجيب على هذه الاسئله؟ تلاحظوا انه من خلال القراءه الان ديال الميزانيه ديال وزاره الصحه اللي ارتفعت الى تقريبا ما يزيد عن 28 مليار درهم، ولكن ما تتجاوزش 3.5% من الناتج الداخلي الخارج، هي اقل من النسب المطلوبه عالميا اللي تتحدث على 5%. يعني هذا الرقم مواكبه تاهيل المنظومه الصحيه الوطنيه. ايضا من خلال تثمين عدد الموارد البشريه، احداث نصيب 5000 نصيب شغل، زياده في اصول، احداث 3 مستشفيات. لكن شنو في قطاع الصحه دائما كاين واحد الاشكال، ما هو النموذج الصحي؟ لانه ليس المهم هو الزياده في الميزانيه فقط، ما هو النموذج الصحي؟ إن في نهايه المطاف هناك نموذجين. النموذج الصحي تعتمد على القطاع العام، والنموذج الصحي تعتمد على القطاع الخاص. تنعرفوا انه في القطاع العام هناك مشاكل كبيره، حتى الزياده على الاجور لا تجيب هذا السؤال. لان الزياده على الاجور تبقى مقارنه مع الدخل في القطاع الخاص، الطبيب في القطاع العام، الاستاذ الجامعي في الطب تعرف المساله. اذا ما تلقاو انه الطبيب في القطاع العام تيتخلص كاع في الزياده الاجور حتى 20000 درهم مقارنه في القطاع الخاص، اذا كاين هناك اغراء في القطاع الخاص. هذا تيعطينا الاجنبي من المنتج الطبي الصحي اللي غادي نجاوبو. ثم مدى استعداد مثلا العيادات الخاصه باش تواكب الناس ديال التغطيه الاجباريه، لان هو شيء اللي تكون اساسيه هو الوصول التامين الاجباري الاساسي، غتولي البطاقه على المغاربه. مدى فعاليه هذه البطاقه؟ ما بغيناش تكون كبطاقه ترامين، هذا لان هو السؤال اللي غادي نطرحو في اطار المخاوف اللي يمكن تشكل، لان كل طموح ديالنا في المغاربه اننا نوصلوا في هذه اللحظه لدوله الحمايه الاجتماعيه. ثم انتقال دولة الرفاه الاجتماعي، ولكن السؤال هو الجواب على السؤال الفعالية والجدول، لأن التخوف الآن بعد 2025 هي سؤال الاستدامة، هذا لأن الأساسي ديال الاستدامة ديال التمويل. ثم الضمان أن لا تتأثر الفئات ديال الطبقات الوسطى من المساهمات، لأن هي الفئات اللي ربما كانت أكثر تضحية في التضاريس، لأن كما قال السيد الرئيس كان كاين الاقتطاع من المنبع. تتولي تطرح واحد النوع ديال الأسئلة ومخاوف يمكن تشكل موضوع نقاش الفريق داخل الجلسات. الشق الثاني اللي تنعرف الوقت عندي بشكل اساسي تيتعلق بالتدابير الحفاظ على القدره الشرائيه. اليوم التضخم هو ظاهره الان عالميه، وارتفاع الاسعار هي ظاهره، وكما قال الاستاذ انتم تنتقوش يوقع التراجع في الاسعار. لان كاين مفهوم ثقافي دائما استقرار الاسعار، وخا يتغير منطق السوق الثنائي الطلب والعرض دائما تبقى محافظه على الاسعار بشكل اساسي. وانا شخصيا اؤمن الى انه في قضيه الاسعار كاين ثلاثيه المسؤوليات. كاين العوامل الدوليه، وكاين القرار الحكومي، وكاين ثقافة الأفراد. ثلاثة عوامل محددة في سلوكية الأسعار في الشكل الأساسي. الحكومة خلال تدابير 2022 استعملت مع التدابير، أولها تقديم دعم استثنائي مباشر لكل عربة مخصصة لجمعية مهنية قطاع نقل الطرق. هناك النقاش العربة وليس الأفراد، ومن المستفيد ومن المتضرر في هذه النقطة. نقطة أخرى هي إجراءات إضافية قصد ضمان الاستيراد، استعمال آلية الرسوم ديال الإعفاء من الاستيراد كآلية مؤقتة للتدبير والتقنية للإجابة على بعض الأسئلة في الحقيقة تحتاج نقاش كبير. لأن تلاحظوا في إحدى تقرير نقاش قانون المالية أن الجانب التشريعي في المرسي تيبقى لأن تتولي آلية ديال الحكومة أكبر في خلال تنفيذ قانون المالية يتجاوز ما نسميه في الفقه المالي مبدأ الترخيص البرلماني، أن البرلمان هو سير قانون القرار المالي، وأن القانون كل ما يتعلق بالمقتضيات المالية يجب أن يرخص بها. النقطة الثالثة هو مسألة الضمان القمح الليلي لضمان 5.1% درهم، كان إجراء في 2022. ثم أيضا الرفع من اعتماد النفقات الإضافية لصندوق المقاصد لحاليا 32 مليار درهم. لكن من المفارقة في نظري الآن في مشروع قانون المالية 2022 تخصيص أداء ديال الوضع المقاصة في 26 مليار درهم، رغم أنها تمتد نفس الفرضيات ديال اللي غادي ديال القسم اللي أطرت وشاهدت صندوق المقاصة تتجاوز اعتمادات 2022، لأن في 2022 في الفرضيات تعتمدوا على أن معدل ديال غاز البوطا يكون 800 دولار للطن، هو اللي وصلنا الآن. يعني أنه لمدى 26 مليار درهم وما كانش 30 مليار درهم، باش نكون واقعيين في التجاوز بشكل أساسي. ثم ايضا
اذا غيبدا الحذف التدريجي. اذا حنا غادي ندوزو تقريبا على هذه الاسئله الان ديال الحذف التدريجي بشكل اساسي. اذا تلقوا في ان مساله ديال الاسعار الان هي تتبرز كاتجاه نحو ان صندوق المقاصه هو الاليه الحاليه الوحيده المعتاده بشكل اساسي. الاليه الثانيه اليه الدعم المباشر مع الفئات، ثم اليه استعمال تقنيات الاستيراد. هذه الاليه الان كاينه في مشروع قانون الماليه. السؤال مدى فعاليه هذه الاليه في نهايه المطاف؟ تنعرفوا انه اليوم تنتكلموا على ان المفهوم الاجتماعي ما زالت الحاجه تنتظر بشكل اساسي، وان هذه المقتضيات تواجه اكراهات واشكاليات. عنصر اول اكراه هو هشاشه الماليه العامه في المغرب. راه ملي تنتكلموا على قانون الماليه راه في نهايه المطاف هامش الحكومه في التدبير وهامش محدود، لان بنيه الميزانيه بنيه الميزانيه ديال التسيير راه تتاخذ واحد النسب كبيره. ميزانية ديال خدمة الديون العمومي راه تتمثل واحد النسبة تقريبا، خدمة الديون العمومي راه تدي واحد 109 مليار درهم تتمشي بالنسبة لخدمة الدين العمومي. الاستثمار العمومي تيبقى محدود، وتنعرفوا أن نسبة التزام الاستثمار العمومي ما تجيوش أحسن السنوات 78%، وأن معادلة يعني هنا حد معادلات الكبار أنه الاستثمار الخاص تيمثل 30% والاستثمار العمومي تيمثل 70%، وأن الهدف المنتظر اللي تتكلم عليه النموذج التنموي أو اللي تتكلم عليه اليوم ميثاق الاستثمار يتقلب الوضعية يصبح 30%. لذلك أنا تيمثل حتى ورش نقاش ديال السياسة الاستثمارية ديال الدولة وميثاق الاستثمار أولوية في هذه القضية. ثم النقطة الثانية أن حتى في الميكانيزم اللي تيسير التدبير المالي العام مازال تيركز على المقارنة التقليدية الأرثوذكسية توازنات الماكرو اقتصادية. بقى عندنا ذاك النقاش المحتشي واش نعطوا أولوية العزل ولا أولوية التوازن الماكرو اقتصادية، وإن كنا دستوريا وقانونيا معبرين بمبدأ التوازن الماكرو اقتصادي، لأن القاعدة الذهبية لا ريغل دور ديال التوازن الميزانية منصوص عليها في الفصل 79 من الدستور. المسألة الثانية ترتبط أو إشكال آخر بالنموذج الأولي اللي غادي نختم به، النموذج الاجتماعي الذي نريده في الدولة. لأن في نهاية المطاف في الضرائب الان كمؤشر بسيط اشتغل عليه، ملي تقرا اجمالي مشروع قانون الماليه تلاحظ ان الضرائب الان بدات تلعب واحد الدور حيادي، الدور ديال المال، تقليص من الاعفاءات الضريبيه، تقليص من النفقات الجبائيه، استهداف فئات كبيره في التضريب، مثلا اليوم القطاع الفلاحي غادي ندخلوا باش نعملوا ليدونتيفيكاسيون التحديد ديال الفئات لانه قطاع معفي من الضريبه، اذا لان هناك اتجاه الى التعويل على الضريبه غتولي المورد المغير المورد الكبير ولكن تولي المورد المركزي. انه توسع الاعفاءات ديال الضريبه، اذا الوظيفه الاجتماعيه ديال الضريبه غتبدا تقلص، وانا غادي ننتقلوا الى ادوات اخرى. اعتقد ان هذه نقطه من بين نقاط ربما تثير النقاش. اختم بفكره اساسيه، ان ازدياد الميزانيات سواء القرين التالي او قرين الصحه تعيش معضلتين، المعضله الاولى انه لا يجيب عن التاخرات التي كانت لسنوات عده، ثم ان حتى المفهوم ديال الزياده ما تيعنيش اننا غادي نخلقوا واحد النقله نوعيه، لان الزياده كما تعتبر نفقات السير وحتى داخل الاستثمارات، وقال الصديق السي عبد اللطيف خاصنا نفكروا على انه النفقات الجيده وليس النفقات الكثيره، وبذلك اختم.